كل يوم اصحى من النوم اقعد اكلم في نفسي، يعني انت يا بنتي عايزه تشتغلي ولا عايزه تقعدي في البيت؟ لا انا عايزه اشتغل. ولا بتحبي قعده البيت؟ بحبها قوي. بس انت بتحبي الشغل؟ انا بحب الشغل. ولا ما بتحبيش الفرهده في الحر؟ لا فعلا انا مش بحب الفرهده في الحر. ولا عايزه يبقى معاكي بوكيت ماني بتاعتك؟ انا عايزه البوكيت ده، حلو ده. ولا عايزة تبقي ناجحة وتحققي ذاتك؟ حلوة ناجحة دي، أنا عايزة أبقى ناجحة. ولا متحبيش حد يتحكم فيكي؟ لا ما بحبش حد يتحكم فيا. وعلى كده بقى طول اليوم محدش فاهم حاجة كده. ينفع أبقى يوم سيلف اندبندنت ويوم تاني أبقى وومن عشان الاتنين على بعض مش راكبين؟ كل يوم أفضل أقول لنفسي قومي يا بت، قومي يا بت، وري العالم إنجازاتك ووريهم هتعرفي تعملي إيه. ولا اقعد يا بت، اقعد يا بت، انت دهنة بولترين وركبك وجعاكي، اقعدي على كده. المهم بقى في مشكلة دلوقتي، بيقولولك ايه بقى؟ ان احنا كنا بنشرب النسكافيه غلط. احنا كنا بنشرب كوبايه النسكافيه معاها ايه؟ قطعه البسكوت. قالوا لك نضرب بقى كله على بعضه يعمل لك سموزي كده، ايس كوفي فظيع، بيقول لك كده احلى بكتير. طب قالوا لك بقى ايه اللي بيحب ياكل السوداني بالشوكولاته او اي نوع شوكولاته مع برضو النسكافيه؟ برضو انت بتاكله غلط برضو. شوف بقى، شوف المفاجأة في حياتي. نحط بقى السوداني بالشوكولاتة مع التلج مع اللبن مع معلقة النسكافيه والسكر بتاعك لو حابة، يعني مش حابة خلاص. ونقعد بقى نلعب كده بالنوتيلا كده ولا الشوكولاتة في الكوباية. طبعا انا ما يهمنيش الموضوع ده كله، انا كل اللي يهمني ان كل يوم اقعد اسيح لي في الجبنة علشان امشي على نظام الدايت بتاعي. واحنا عاملين ايه؟ احنا عاملين دايت.